الاجتماع أو المؤتمر الحالي يسرد أو ما تم إنجازه في المشروع خلال المرحلة السابقة لعشرين بلدية، والاجتماع يعتبر تقييمي ووضع تصليحات أو تعديلات للتطوير والتحسين. نعتمد على ما تم إنجازه وما يجب تحقيقه في المستقبل، فنعتبر أن اجتماع مهم جدا للتعديل وللتحسين ولاستمرارية التحسين في الأداء، وهذه أساس العملية التطويرية. مشروع هو في الحقيقة في هذه الظروف اللي نمر بها في ليبيا، أي دعم ولو بسيط نعتبره جيد، ونحن دائما نتمنى التعاون المشترك والدعم التي تقدمه المنظمات الدولية والدول المختلفة على مستوى الوطن العربي أو المستوى العالمي لحل حالة ما هو موجود حاليا في البلديات. والمشروع يسعى إلى وضع أسس للحكم المحلي ونقل الاختصاصات وتقديم خدمات للمواطن، وهذه جميعا هي أساس التحسين على المستوى المحلي في جميع الأوقات. احنا نمر بمرحلة صعبة في الوقت الحاضر، ولكن حتكون مستمرة. المشروع هذا عبارة عن نموذج، ولكن الأهداف حتكون مستمرة وفي تحسين مستمر، ودائما حيكون فيه عمل وحيكون فيه أنشطة في هذا الاتجاه على المستوى اليومي، لأن المواطن يحتاج إلى تحسين وتقديم خدمات دائما سواء في هذه الأوقات أو في غيرها. تحدث الآن على ترابزون والبلديات، ما لكم تشكيل البلديات؟ نعم، هو طبعا انت عارف الظروف والسرعة في الإنجاز تتطلب الإعداد وتتطلب الإمكانيات. والحقيقة صحيح في البداية لجنة الأزمة ولجنة الطوارئ تأخرت بعض الشيء نتيجة لما تتطلب إعداده وتقديمه للمواطن، ولكن الحقيقة من اليوم الأول هناك عدة جهات قامت بتقديم خدمات للنازحين على المستوى اليومي من اليوم الأول، سواء على مستوى الناس الخيرين والمنظمات الدولية والحكومة، ولكن بدرجات متفاوتة في تقديم الخدمة. الحكومة دائما تسعى لتحقيق الشيء المطلوب، ولجنة الطوارئ ولجنة النازحين العليا تجتمع يوميا لمتابعة أمور النازحين وتقديم الخدمات وتوفير السبل للراحة، ولكن أنت عارف أن هي تتطلب بعض الوقت والتنسيق والترتيب، ولكن الآن الوضعية أفضل مما كانت عليه في الأيام الأولى، وواضح أن الآن في خدمات ملموسة على مختلف مراكز الإيواء الموجودة داخل طرابلس، وهناك تقديم خدمات مختلفة من مختلف الجهات الداعمة إن شاء الله. هناك برنامج وهناك خطة يعني وضعت من قبل لجنة النازحين ولجنة الطوارئ لتقديم خدمات للنازحين، وأعتقد أن هي العملية في طريقها إلى الحل. صحيح أن في ممكن كان في البداية في شوية تقصير، ولكن أعتقد أن حتكون في حلول سريعة عاجلة. الحكومة انصرفت الأموال طبعا تم توزيع.
والله هو بالنسبة للبلديات تم تخصيص مبلغ 120 مليون وتم توزيعها على مختلف البلديات، وهذه هي دفعة أولى يعني. وإحنا على مستوى لجنة النازحين نقوم بعمل أسسمنت، يعني عملية مراجعة لهذه المتطلبات وهذا الدعم. وعلى المستوى اليومي إحنا نقدم في تقارير للجنة الطوارئ لإمكانية التعديل وإمكانية توفير الاحتياجات للبلديات وفق المتطلبات والاحتياجات. هناك نية لتقديم دفعات أخرى وتمويل آخر حسب الاحتياج، يعني ما هيش نهائية، ما هيش فاينل القيمة اللي تم تحديدها، ولكن هيكون في تقييم ومراجعة لما تم تخصيصه وإمكانية الدعم من جديد. هناك اتهامات لبعض الأطراف في لجنة لا وعدم لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لا أعتقد. اللجنتين يعملان بعقل جماعي وبقرار جماعي، ليس هناك انفراد في القرار، وهناك تكاتف وهناك تنسيق، ولكن ممكن يكون فيه ديفرنت يعني واختلاف في عملية التفكير والمقترحات، لكن في النهاية قرار جماعي سواء على مستوى لجنة أزمة أو لجنة الطوارئ. تخاذل في الأداء يوجد؟ لا يوجد، لا أعتقد أنه يوجد. لا أعتقد أنه يوجد. طيب جانب آخر، جانب البلديات، هناك بعض البلديات التي كانت تتبع حكومة الوفاء وغيرت مسارها والله احنا على مستوى وزارة الحكم المحلي دائما نسعى لتقديم الهدف الاساسي، تقديم خدمات للمواطن اينما كان، ولا زلنا ليبيا واحدة وتصبح واحدة ان شاء الله، يعني الهدف هو تقديم خدمات للمواطن. والحكم المحلي وموضوع الانتخابات واختيار المجالس واختيار الرؤساء، هذا شأن القانون 59 لسنة 2012. هناك قانون ينظم برامج الحكم المحلي والتبعية وبرامج الانتخابات، واحنا طبعا دولة نسعى لتحقيق وترسيخ مبدأ القانون والحكم المحلي وفقا لما هو وفقا للتشريعات القائمة. بلد السابها لا زالت في الإجراءات، صحيح أن في حكم محكمة، ولكن الإجراءات متتالية الآن حاليا، جزء منها في المحكمة الجزئية، جزء منها أعتقد في هيكون في المحكمة العليا، وهذا هو القانون. نحن نسعى لتنفيذ أسس القانون. الموضوع لا زال تحت إشراف اللجنة العليا المركزية للانتخابات، وأنت زي ما أنت عارف طبعا القانون 59 سنة 2012 يبرز دور الوزارة ما بعد القسم القانوني، ما قبل ذلك يعتبر من اختصاصات اللجنة العليا المركزية للانتخابات، وهي تتابع إجراءاتها وفق القانون. وإحنا مستعدين ما بعد القسم لتنفيذ ما يمكن تنفيذه تطبيقا للقانون. والله النازحين هم أهلنا وهم أبنائنا وهم طبعا أمهاتنا وأخواتنا، وإحنا نسعى لتقديم خدمة وفق الإمكانيات المتاحة، وسواء على مستوى لجنة النازحين أو لجنة الطوارئ، همنا الأساسي هو تقديم الخدمة وتوفير ما يحتاجونه وتوفير سبل الراحة. نحن نعرف ونحس بهم وبظروفهم ونعرف ماذا يعانون، والحقيقة يعني نطمح أن نحن نطوي هذه الصفحة في أقرب وقت للناس إن شاء الله. شكرا لكم.